ازيكم؟ يعني ايه انت تكتشف في حياتك بني ادم بيعل؟ يقولك البني ادم ده بني ادم بيعل، بني ادم عليل، وهل تدخله في حياتك ولا لا؟ شوف، هو في بني ادم بيعل او شخصية عليلة. العلة معناها المرض، او العلة معناها في عيب، في كده شيء يتعب يرهق. فانت في حياتك بصراحة ياما هتقابل ناس معتلين، فهو بيسموه معتل او عليل، او فيه علة، او انسان يجيب العلة يتعبك يرهقك ياخد يستنزفك ياخد من وقتك مجهود كبير جدا. للأسف الشديد يعني زي مثلا انا شخص اهو بتعامل في تحليل الخرائط، مش كل الزباين عنده بيكونوا سهلين او التعامل معاهم بيكون سهل. احيانا في زباين كتير جدا متعبين جدا مرهقين لدرجة ان هم بيكرهوني في عيشتي، من جد اكره عيشتي بسببهم، ودول مجرد زباين، يعني ناس هتعامل معاهم فترة وخلاص. طبعا عشان تاخد منه البيانات اللي هي قدامك دي، الاسم، اي اسم، مثلا اسمه علي، مثلا تاريخ الميلاد، يوم، شهر، سنة، ساعة الولادة، يعني لو ما تعرفهاش هتضطر تعمل تصحيح ليها. عشان تاخد منه البيانات دي ومدينة الولادة ومدينة التحويل السنوي، هو بيتعبك يعني، بيديهم لك بالقطارة، يكتب الاسم وبعدين يكتب مرة تانية تاريخ الميلاد ويقول لك لا أصل أنا ملخبط فيه، وبعدين يعني عنده التجميع صعب والتفاهم معاه صعب. يعني في إنسان حركي مميز، إنسان عنده مهارات كده، إنسان متعلم مثقف قارئ، إنسان كده يعني من الناس اللي سبحان الله ربنا رزقهم بنعمة العقل. الحمد لله، الحمد لله والشكر على نعمة العقل ونعمة الدماغ ونعمة المخ. الحمد لله والشكر لله اللي ميزنا عن الحمير وعن الحيوانات وعن البهايم وعن الجواميس وعن البقر بنعمة العقل، الحمد لله. فأنت بقى لما بتتعامل مع الشخصية العليلة، المخ شوية عندها يعني أقل، والفهاوة زايد، والانتباه أقل، والحرجية أقل، وما هو يعني ما هو مركز بالشكل الكافي، وما يحس على دمه، وما يقول مثلا معلش انا اخطأت، معلش انا طولت. طب حبيبي خلص، علشان يلا يعني خد وقتك، جمع البيانات بتاعتك بشكل صحيح كلها كاملة وتعالى. ولو ساعة الولادة مجهولة هنعمل لها تصحيح، هو ده يعني ده الشرط الموجود، او هو ده الحاجة الموجود، لازم يبقى فيه ساعة ولادة نعمل لها بقى تصحيح، تخمين، يعني اي حاجة، المهم تعديل، نحاول نتوقعها، نحاول نخمنها، لكن لازم يبقى فيه ساعة ولادة. فالشخصية العليلة، عندي كتير جدا شخصيات عليلة بيتعاملوا معي، انا اسف ان انا بقول كده، ولكن انا تعبت منهم بصراحة، وكل مرة اطلع اشتكي منهم واحط البيانات كاملة وبرضه ما في فايدة. فالمشكلة بقى لو الشخصية العليلة بتتعامل معاك في الحب وفي الزواج، يعني نفترض لو انت تزوجت من شخص عليل، دي مشكلة. يعني لا يعني لو اخوك شخص عليل وعايش معاه في نفس البيت، ولا ابوك ولا امك ولا حد من قرايبك، دي مصيبة كبيرة. انت بتحس ان انت يعني بتحس ان انت مضروب بالنار، انسان فعلا مستفز. لا، الشخصية العليلة بقى لو مسك رئاسة الجمهورية تبقى مصيبة، زي ما في رئيس جمهورية معليل كده، ولا بيحل ولا بيربط ولا بيودي ولا بيجي ولا بيضيف أي حاجة ولا بيعمل أي حاجة، ولا في منه أي فايدة في البلد، ولا بيعمل أي قرار في البلد، كده قاعد زي الخميرة، قاعد زي خيبتها، قاعد زي الرمة، قاعد زي الكلب الميت كده. فالشخصيات العليلة الله لا يبلانا بيهم، الله لا يسخط علي ولا يبلانا بالكائنات العليلة، الله لا يسخط علي ولا يبلانا بالكائنات الفضائية، ولا يبلاكم برضو. ولو في شخص من الكائنات الفضائية فانت يلزمك اللسع بالنار عشان تفوق شوية. اما بقى الكائنات العليلة لو استمرت بهذا النحو واستمرت لفترة طويلة، من سياسة الجهل ومن سياسة التجاهل، والغريبة انه ماسك جوال من احدث الانواع وعنده كل الامكانيات في الحياة، ومع ذلك ما يبي يتفاهم، ما يعني دماغه ما تبي تشتغل شوية كده، راكد او يعني خامل، فيه خمول، فيه كده نوع من الثقل، نوع من البطء، نوع من الرتابة واللكع كده، وما يبي يتحرك، ما يبي يضيف جديد، ما يبي ينتج، بس هو عايز زي الخميرة، يفضل قاعد زي الخميرة كده بس، ما يضيف اي شيء جديد، ما يعمل اي شيء جديد، مخلل حمضان في البطرمان ومقفول عليه، يفضل لحد ما يعفن ويحمض وهو ما عملش اي حاجة وما ضافش اي جديد ولم يأتي باي جديد ولم يضيف اي شيء. فدي مشكلة كبيرة جدا بصراحة. الله يعين اي حد عنده القصص دي، الله يعينه.